مساكم الله بالخير. تشوفونا اليوم عندنا لويا هني وحوسة. حوستنا شنو؟ نبي نسوي الكاري التايلندي. الكاري التايلندي مكوناته غير الكاري الهندي. لا طريقة ولا شغل يسوونه هم بروحهم هناك، ويعطيه الطعم اللي تشوفونه لما تطلبون الجرين كاري ولا تطلبون الريد كاري، وكلهم لهم مكونات فيها الاختلاف ما بينهم بين بعض. فاليوم قعدنا ماما راني وماما كوماري عشان يسوون على الطريقة الأصلية اللي هناك كانوا يسوونها سواء بالهند أو في تايلند. ما يستخدمون المطاحين اللي نحن نستخدمهم، يستخدمون الآلات البدائية القديمة. هذه شو يسمونها بالهندية كوماري؟ روبرول. روبرول. وهذه شنو؟ رول. هذه رول رول، هذه روبرول. انزين يلا أنا بكم تربون وترولون اليوم علينا. تعرف فينا. شوفوا يبا مكونات الكاري التايلندي وايدة، عشان كذي كتبتها بورقة. هي فلفل أخضر حار، ورق ريحان، ورق ليمون الكافير، وقلنقال. هذا القلنقال، وهذا ورق الليمون اللي يستخدمونه عدل، وليمون جراس اللي هو ما يبت ليمون جراس، ليمون جراس ظل فوق، ليمون جراس اللي هو عشبة الليمون، وكزبرة خضراء يأخذون العرج بس مالها، وشارلوت اللي هي البصل الصغار. هم بقى ما يبوا لا كهوة، هالبصيلات الصغار يسمونها شارلو شار شنو شالوت على قولتهم، ما فيها عار شالوت. زين أساميهم مختلفة. هذا الزنجبيل، هذا القلنقال، وهذا الفلفل الأحمر، وهذا فلفل أخضر، وهذا ما لقينا عندهم بعد نوع من الليمون مختلف عن هذا معرفطة كذي اللي هو الورق هذا ماله، ما لقينا. خلينا اللايم، كافير لايم اسمه، كافير لايم، وفلفل أبيض مو فلفل أسود، وملح وثوم وزنجبيل العادي. هذا كلها تنخلط حوالي 11 مكون. هم لا هم 12، أنا استثنيت واحد للذوق العام. إحنا هم يحطون عجينة الربيان اليابس، يدقونه، تعرفون الربيان دراي شريمب، يدقونه ويخمرونه ويحطون منه قفشة، يستحبون هذا الطعم. أنا ما استحبيته فشلت عنه هذه كلها. ها لا تنسون الريحان، طبعا الريحان يحطونه وياه عشان يعطي. بالنسبة للصبغة، هذه الصبغة شفتوا الفلفل هذا الحمر، هذا الفلفل الحمر يشقونه ويشيلون عنه الحبوب إذا يبون يخففون الحرورة، فيصير كذي، وينقعونه بماي لين يطلع لونه. تالي يأخذون الفلفل ويطحنونه عشان يسوون الكاري الأحمر، ويضيفون له طبعا الفلفل الأحمر وشوية صبقة مالت الكركم، لأن الكركم في علوب الكركم. مين هذه علوب الكركم؟ هذه نفس الشيء يأخذونها ويدقونها. فالحين هذه راني قاعدة أجرب الحين، الدق هني وياي على دقر مرارانش عندك. هاي الزنجبيل راني تكسر المعدات، تدقهم وبعدين تطاولهم كماري، بعدين شيلي بالقفشة وأعطي كماري عشان توريكم كماري شلون تسحنه. الحين أنا بقعد تالي عقب فوق وبيب لكم المكونات وبعطيهم وهم يطحنون لما نسوي الكاري الخضر والكاري الحمر. عقب عاد بنطبخه مع الدياي نوعين، هذا في بطاط وهذا في بيديان، يختلف بنشغل المواقد هناك. هذه سالفتنا اليوم بتكون على الكاري. في بعد طبخة ثانية، في ثالثة، على حسب ما الوقت يساعفنا، لأن مثلا مدة البرنامج قصيرة. ها تكسر، يلا أعطيه إياه بالقفشة أشوف عشان تورينا كماري شلون تسحنها بالمسحانة اللي عندها هذه. أيوة الحين كسرته. كان يبتي قفشة عودة، قفشة صغيرة، أنت داقة وايد. أيوة زين، أعطيه إياه الكماري، حطيه في هذه صوب واحد. ايوه خليه ينزل، خليه ينزل تحت. ايه يلا اعطيها القفشه، خليه ينزل. تمام الحين سحني، اعطيها القفشه كمان. ايوه لا لا صاج بيدينها مثل ما هم يسوون هناك، وتتم تسحنه الين يصير مول مثل العجينه المتماسكه. يعني هذه الفود بروسيسر اللي من قديم الازل عندهم لين يستوي نبو واحده. الحين ايش حق انا اطول عليكم السالفه، خلنا اروح واعطيهم هناك المكونات وانا فوق، وتالي هم يطحنون لكم هذه المطحانه تشوفونها شلون يطحنون فيها، ونولع المواقد ملوتنا ونسوي الكاري التايلندي الخضر والكاري التايلندي الحمر، وتالي نوريكم اياه على اصله. خلنا نقوم نروح مطبخي عشان اكمل الطبخ.
جينا لكم معنا ضيوف الشرف ماما راني ماما كماري. الحين أبى أقول لكم عن التكوينة بالضبط، الكاري الأخضر والكاري الأحمر التايلندي. الكاري الأخضر عندنا المكونات الملات، الكاري الأخضر والأحمر ما في اختلاف وايد بينهم، بس باللون بالصبغة بنوعية الفلفل. عندنا أول شيء الكركم، هذا علوب الكركم الخضر اللي هو الذاهب مالهم، وعندنا الليمون الأخضر قشر الليمون والزنجبيل والثوم والقلنقال اللي هو هذا، والكفير اللي هو ورقة الليمون مالتهم الليمون الكفير، وعندنا الكزبرة وعروق الكزبرة اللي استخدمنا هذول العروق مالت الكزبرة، هذه عروق الكزبرة، والريحان، هذا الريحان كله نستخدمه عشان الكاري الأخضر، وطبعا الفلفل الأخضر لأن كاريهم ما يدحار، أنا حطيت بس ألبين في الخلطة هذه هي. والشيء اللي يطلع الريحة مالت الأكل التايلندي اللي هو الليمون جراس أو عشبة الليمون اللي هي هذه مقطعة، مع الإضافة مالتها كمون، حب الكمون وحب الفلفل الأبيض مو الأسود، والشارلوت اللي هو البصل الصغار اللي نستخدمه، هذا البصيلات الصغار كهوة شوفوا، وطبعا ملح. هذه كلها الأشياء راح يطحنونها مع بعض نفسها، بالإضافة تالي راح ناخذ عشان نسوي الكاري الأحمر الفلفل الأحمر نضيفه وياها مع صبغة الفلفل الأحمر اللي هي هذه الصبغة، هذا حق الكاري الأحمر. الكاري الأخضر، الكاري الأحمر ما راح نحط فيه ورق هذا ورق الريحان ولا نحط فيه، ها نسيت أقول لكم، هذا المشموم اللي هم يسمونه البيزل أو البيزل التايلندي اللي هو مشموم اللي يطلع عندنا بيوتنا، هم يحطون منه في الكاري الأخضر مالهم. هذه الأشياء كلها اللي عديتها لكم، ليمون، زنجبيل والثوم، قلنقال، ورق الكفير والكزبرة والريحان، فلفل أخضر والليمون جراس والملح والكمون والفلفل الأبيض، كلها تنطحن مع بعضها البعض. عقب نضيفها في الجدر حق الطبخة، سواء كانت بالطبخة مالت الدياي أو اللحم، عندهم كاري أو أغلبها يسوونها على دياي، ويضيفون لها نوع من الخضار، يا اما يكون البيديان الاخضر ذي مالهم، يا يضيفون لها مشروم، يضيفون لها بطاطا، على حسب ما يكون متوفر عندهم. اليوم الحين عندنا طحانات، هذول الثنتين بطحنون، هاكم يبا وسوون له هني الخلطه على ما يخلطون، انا بذهب جذوري عشان الحماس. بسوي الكاري الحمر، الكاري الحمر ضفنا له هذا الفلفل مشوي للحبوب منه عشان يعطي اللون والكلر، وعندنا فود كلر اللي هو الأحمر اللي نستخدمه العادة حق الحلوة عشان يعطي اللون، لكن نفس المكونات، شلنا منهم البيزل اللي هو الريحان، وشلنا منهم المشموم اللي هو النعناع أو مالهم التايلندي اللي يستخدمونه، لكن هذا هو كمون وفلفل فلفل أبيض ضفناه، وعندنا هني هذه هذه عروق الكزبر، وهذا الكركم، وهذا القلنقال، وهذا ورق الكافير مقصص، وهذه الشارلوت، وهذا الفلفل الأحمر علب واحد حطينا، وهذه الزنجبيل والثوم وش يسمونه الليمون اللي هو عشبة الليمون وقشر الليمون وياه اللي هو اللي يعطي الريحة، وهذه ليمونة بعد وياه عشان تعطي الطعام. كل هالأشياء تنطحن كلها مع بعض نفس اللي عديتهم لكم مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، كله. وإذا نبي نلين شوية الخلطة، عندنا عصير الليمون كهو موجود، هذا بسم الله.
شوية زيت وبضيف له شوية شنو ملح، لازم يبي ملح وياه شوي. أنا أعطيتكم ملح هناك، لا 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 على الأخبار قرب لكم الله. هذا الكاري بيست الاحمر استوى، وعندنا هناك الكاري بيست الاخضر. طبعا ما راح استخدمها كلها لان طابخين ثلاث دقائق، هذا يكفي لحتى عشر. عجيب والله، مو حار وايد، رولته معتدله. جهزتوا يبه تيار؟ ايه. تبين صحن؟ شوفي بابا بيست وسمسمي. عافية عافية، هاتش أطيب الصحن وهاتش. خل أعطيك قفشة ولا بدينك؟ قفشة ما يجري؟ لا ما يجري، نص كبير وبرول. هاتش يلا، خلكم وياي هناك على الموقد الثاني، خلنا أودي المواعين. بسم الله. هذه حارة، ايوه. اول شيء بنزل يبا البصل، فيهم اثنينهم، هذه اطفي اطفي خلاص عن اللوية. يلا يا كماري نحمر البصله شويه. اعطيني هذا الكاري الاحمر، شيل البطل اللي كنت ودي منك. هذا الكاري الاحمر دم قفشتين منه. وهذا الكاري الاخضر اللي دقوا البنات سووه، حطي كل واحد قفشه شكلها. هني يبي له شوية ملح، وهني يبي له شوية ملح بعد. وأنا لازم أحط فيهم شوية شكر، وهني شوية شكر يطلع الطعم. تعالي بنقلبها كذي عشان تطلع ريحته مع الحمسة الحلوة. الله لا تشموا الريحة وياي، شيء عجيب. يا سلام. يلا يا كماري عطنا الدياي. هذا أول ماعون. سيم سيم حطتهم واحدة ونص واحدة ونص. سيم سيم. بس ليش مو قصة السدر اثنين بابا؟ قصتي اثنين؟ سدر كبير. سدر. ولا حط الصدور كلها مع بعض؟ لا لا لا. ها يلا، وهذه الثانية. بسم الله. هات السدر مو قصته، كهوة عدل. شوفي هذا عدل، لازم السدر كذي، هذا كذي كذي. قلت لك سألتش مرتين ثلاث نوبات، قلت لك عديت عليك. يلا خليه يبقى هني حمس على راحته. ايوه هي حمس كذي، اعطي شويه ماي، ماي حار عشان يستوي يطبخ. وهذا نفس الشيء،
حماس. وبعدين نعطي لكم كله ملك تالي والخضرة لما يستوي الدياي. الحين بياخذها تقريبا نص ساعة بيستوي لأن الدياي مقطع ومشيوا ليلدته، بس هذه النار وايد حامية يعني ديروا بالكم. غطيه. تسوي الحين ايش على ثوم اللي يتقدم مع هذه الخلطه. هذه طبعا البيديان مالهم اللي هو بنا التايلندي الصغار، راح نحط بالشوربه او بالمرقه اللي مسوينها، وبنضيف لهم تالي البطاط بعد، واحده فيها بطاط وواحده فيها بيديان. شويه زيت. عندنا ماي حار حق العيش. هل يحمى بس الدهن؟ هذا الجارليك رايس، نص الجارليك بيكون ببطنه والباقي بنحط من فوقه، فنبي يتحمر هني بالارضيه عشان نكت عليه العيش، ما في شيء غير الجارليك وال ايش اسمه والعيش والماي وعلبه من الكوكونات ملك هذا اللي نخلطه عشان يعطيه الطعم والتيست. فتحتي انت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ملحت الدياي هناك؟ قبل اعطيني قفشة كمان. ها ان شاء الله. يا سلام يا سلام يا كمالي يا راني. عجيب. اعطيني البطاطا. ننزل البطاطا وياه. شوف الثاني. ما يبي من يلا اعطنا البيديان. هات البيديان مقصصي. بسم الله. حركي حركي شو اسمه ثوم عشان يستوي وياه. اوكي يا راني. بسم الله. يلا كتي معي العيش على طول. اعطيني اياه. اعطيني العيش. شوي شوي. هذا الجارليك رايس نحمر له الثوم وننزل عليه العيش نفره وياه ونساقيه بالماء والكوكونات ملك وشويه ملح وشويه سكر. وتالي الباقي راح نحمره ونحطه من فوقه. يلا هاتي فوق. مره واحده. بسم الله. هذا وهذه كوكونات ملك. بنزيده شويه من هذا بعد. كذي. عندك ماي حار بابا؟ يلا هاي شويه سكر. اعطيني. بسم الله. ثلاث كيلات ياخذ دولكه كلها. ان شاء الله. يلا وسلامة عمركم. خليه يستوي ويستوي اللي هناك عشان ننشبه نواسي نحط لكم اياه.
باخذ شويه من العيش لانه طرى علي هم يقدمون لنا قبل وجبه العيش هذا الابيض مع الكوندنس ميلك مع المانجو. فهذا اول شيء بسويه الحين. هذه المانجو كاهي جاهز، هذه موجوده عندي. اللي بسويه الحين ابقلي لكم، وين الثوم بابا؟ ثوم شرايح. هاتي. شرايح الثوم. بس يتحمر شويه، بخليه على كتره، هذا حق وجه العيش لانه هو اسمه على قولتهم جارليك رايس. واحنا بنضيف لليوم كلناه في احد هالمطاعم الجارليك رايس يزينونه بالاناناس. فباليوم نشوفون طبق عجيب غريب، بس خليه حمر شوي عشان يصير جاهز. ايوه. ونطفي عليه. الحين وياي مخرجنا. اطباقنا هناك جهزت، بس تبي زياده الكوكونات ميلك. بسم الله. كذي يعتبرون جاهزين. هذا الاخضر، الكاري الاخضر خالص. وهذا الكاري الاحمر خالص. بس ابى احط لهم شيء عشان يحميهم هني لان جهزوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. وين البيز؟ بيز؟ هذا الكاري الأخضر. وهذا الكاري الأحمر. أصلي على محمد وعلى آل محمد. هذه عندي العيش هني. بسم الله. وين الملاس؟ أعطي الملاس بابا. شوي شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولازم العيش كذي يصير ملبد على قولتهم ستيكي رايس. ها. اوه في حكوكته بعد. شيل الجدر بابا خلاص. هذا الاناناس. فهذا جارليك رايس مع الباينابل. وين السكين؟ في سكين هني؟ هنستخدم ذول لما افتح العلبة الثانية. ايوه. خلاص هذه. وهذا الجارليك فوقه. وين البينبل اللي قطعوه صغار؟
تقدرون عاد تضيفون انتم كثر ما تبون منه. الطعم بيكون عجيب غريب لان سويت اند ساور يصير يقول لك حتى بروحه. الحين ايش عندي؟ ابي الصحن الابيض وينه؟ مربع. هذا الكوكونات رايس سويناه من غير ثوم. والحين بضيف له المانجو. ان شاء الله. كل اللي يسوونه هما هذا العيش مسلوق الكوكونات رايس مالهم يحطون عليه الكوندنس ميلك. وسهمكم العافية على أكلتنا اليوم. رحنا تايلند سوينا لكم الريد كاري راي تشيكن والجرين كاري تشيكن والجارليك رايس بالباينابل والخلطة اللي ما حد سواها قبل من التلفزيون أعتقد إلا إحنا، الخلطة الخضراء اللي هي البيست مال الكاري الأخضر والبيست مال الكاري الأحمر والأكلة اللي نروح ناخذها في كل مكان في المطاعم. شوفوها. سهمكم العافية حبايب قلبي. إن شاء الله يا رب تكونوا استمتعتوا ويانا. أنا تعبت اليوم من اللهية بس طلع مجهود ان شاء الله موفق لان كل شيء استوى على مرامنا. هذه الخلطه الخضراء والخلطه الحمراء والجارليك رايس والمانجو مع الستيكي رايس. عليكم بالعافيه ان شاء الله تستمتعون ويانا في الحلقه الجايه. لا تبعدون الحلقه الجايه تكون بعد احلى ومن مكان ثاني ولها بعد طقوس ثانيه غير الطقوس اللي من ساعه شفتوها هنا عندنا. امناكم الله. في امان الله.